وده resume or summary of the recommendations for prevention of NSAID-related ulcer complications. لو العيان low risk بستخدم NSAID alone وحاول استخدم COX-2 inhibitor. لو عيان low risk وبياخد aspirin بستخدم PPI أو ميسوبروستول، وميسوبروستول ابتدى يتركن نتيجة complications ده. الميسوبروستول ده البروستاجلاندين سينثيتيك بروستاجلاندين E1 ابتدى يتركن عشان سايد افكتس بتاعته اللي هي مينلي دايريا وابدومينال بين، وفي الفيميلز ممكن يعمل طبعا ابورشن. لو العيان مودريت ريسك ده لازم ياخد NSAIDs وبي بي اي. لو العيان هاي ريسك، ودي خدوا بالكم من الحته دي بقى، عيان هاي ريسك يعني في احنا قلنا في مالتيبل ريسك فاكتورز، بحاول ابعد عن بقدر الامكان ان انا استخدم NSAIDs، بالذات لو كان بياخد اسبرين كمان مع NSAIDs. نيجي بقى لدخلت ايه اللي هديه مع NSAIDs في العيان اللي هو هاي ريسك عشان امنع البليدنج. الاسيد هو الاساس، والاسيد انهيبيشن هو الاساس. جاستريك اسيد بلايز the central role in the NSAID associated gastroduodenal damage. احنا محميين من الاسيد ده بالميوكس لاير وبالنيوترال انفايرمنت اللي فوق الجاستريك والديودينال سيلز اللي هي فيها بايكربونات. ال NSAIDs بتنهبت البروستاجلاندين اللي بيساعد الريجنريشن اوف سيلز، بتنهبت البايكربونات سكريشن، بتنهبت الميوكس سكريشن، يعني ال NSAIDs بتعري الميوكوزا وتخليها اكسبوزد للاسيد، والاسيد يخش يعمل دامج ووراه البيبسين يكمل الدامج ويعمل ديب ألسريشنز. يبقى انا لازم اقلل الاسيد عشان احمي العيان من الكومبليكيشنز اوف NSAIDs. دي دراسة very interesting عشان تشوفوا قد ايه بدري بيحصل ال NSAID damage. دي دراسة على normal volunteers كانوا 11، ادولهم نابروكسين ده non selective NSAID 500 ملي جرام twice daily. بعد 3 ايام عملوا منظار ويست classified العيانين ل حاجة ما عندهمش gastric injury او ما عندهم mild او moderate او severe او very severe. 3 بس اللي ما كانش عندهم ده بعد 3 ايام، والباقي 8 كان عندهم، وزي ما انتم شايفين 5 كانوا severe او very severe. بصوا بقى على علاقة الدمج بال pH في العينين دول، هتلاقيها inverse relationship. كل لما زاد البي اتش قل الدمج، يبقى انا عايز ازود البي اتش. ازود البي اتش يعني اقلل الاسيديتي، يعني اقلل الاسيديتي عشان احمي العيان ده. ودي دراسه على الراتس مبينه نفس القصه، ان كل لما البي اتش عالي كل لما الدمج قل. طب ايه اللي هعمله علشان اقلل الدمج ده؟ systematic review with network meta-analysis, comparative effectiveness and safety of strategies for preventing NSAID-associated gastrointestinal toxicity. الأرض اللي تحت اللي هو X-axis ده relative effectiveness، يعني قدرة الـ NSAID إنها تعمل damage في الميكوزا، وفوق الـ side effects اللي هو Y-axis. فبالتالي الحاجات اللي موجودة تحت شمال هي أقل حاجات تعمل دامج وأقل حاجات ليها سايد افكتس. هتبصوا تلاقوا إن أحسن حاجة هي السيلكتيف، إن أنا أستخدم سيلكتيف كوكس 2 انهبيتور بلس اي بي بي اي. ده أأمن حاجة للعيان من ناحية إن أنا أقلل له الدامج للجاستريك ميكوزا وأقلل له السايد افكتس.
يجي بعدها السلكتف كوكس انهيبيتور لوحده من غير بي بي اي، بس طبعا ما يكونش العيان ولا مودريت ولا هاي ريسك. ويجي بعدها النون سلكتف معها بي بي اي. يبقى الفيرست تشويس بتاعي في العيان هيبقى دايما كوكس 2 انهيبيتور بلس البي بي اي، ده اللي يضمن لي افيكاسي كويسه، سايد افكتس قليله، ومينيمال دامج تو ذا جاستريك ميكوزا. وات اباوت ذا جاسترو بروتكشن وذ ايزوموبرازول؟ This is a very interesting study, multi-center. واحدة اتعملت في أمريكا والتانية اسمها فينس والتانية اتعملت multi-national. فيها عدد كبير جدا من العيانين، واحدة 844 والتانية 585. The aim can to determine the effect of esomeprazole 20 and 40 milligrams for gastric and duodenal ulcer prevention in at-risk patients. كان فيها عيانين بياخدوا COX-2 inhibitors. بصوا على الفينس ستادي، واضح الفرق بين الايزوموبرازول والبلاسيبو في الكيومولتيف بروبورشن اوف بيشنتس وذ جاستريك اند اور ديودينال ألسر ات 6 مانثس اوف فولو اب، في العيانين اللي كانوا بياخدوا ايزوموبرازول وان اس ايدز والعيانين اللي كانوا بياخدوا بلاسيبو وان اس ايدز. فرق شاسع في الانسيدنس او incidence of duodenal and gastric ulcers. ودي بلو تو ستادي، حتى في العيانين اللي كانوا بياخدوا نون سيلكتيف برضو الايزوموبرازول حماهم من انهم يحصل لهم دامج. فتلاقوا طبعا الكيومولتيف بروبورشن اوف بيشنتس اوف جاستريك اند اور ديودينال ألسر ات 6 مانثس كان اقل في الناس اللي بياخدوا نيكسيوم 20 ملي جرامز وانس ديلي، even in patients with who took non-selective COX inhibitors. And this is the ulcer incidence in these patients. Again, very clear that the ulcer incidence in patients receiving esomeprazole either 20 or 40 milligrams is much less than the patients who received placebo. والواضح هنا ان 20 ما فرقتش عن ال 40 ملي جرام، فممكن انا استخدم 20 ملي جرام ايزوموبرازول مع ال NSAIDs كبروتكشن from the side effects. This is the mean improvement in upper GI symptoms. Again, very clear the patients who took ايزوموبرازول had much less GI symptoms than those patients who didn't take the ايزوموبرازول. Another study, the effect of esomeprazole for healing of gastric ulcers. العيانين دول جم بجاستريك ulcers وبياخدوا NSAIDs، خلوهم يكملوا على NSAIDs. بس طبعا مادام كملوا على NSAIDs ما ينفعش استخدم بلاسيبو. Unethical ان يستخدم بلاسيبو. عشان كده دول تو ستاديز الحقيقه مش وان ستادي. عشان كده عملوها ايزوموبرازول فيرسس رانيتيدين. وبصوا على الفرق الشاسع، ات 4 ويكس الهيلينج كان 80% ان ذا ايزوموبرازول فيرسس 66% ان ذا رانيتيدين جروب في وان ستادي، اند ان ذا اذر ستادي 72% فيرسس 55%. وعند الاسبوع الثامن الهيلينج ريت كان 88% في الايزوموبرازول. ما حدش يقول بقى استخدم H2 بلوكر، ما ينفعش، لان في ديفرنس قوي جدا في الهيلينج ريت ما بين ال H2 بلوكر وما بين ال PPIs في الحالات دي. وحتى في الناس اللي بياخدوا لو دوز اسبرين الايزوموبرازول قلل الريسك of gastric injury by 70%. دي دراسة مهمة جدا لأنها اتعملت على very high risk patients اللي احنا قلنا بيفضل ان احنا ما نديلهمش NSAIDs. لا ده هنا العينين دول جم ببليدنج
العينين اللي في الاستادي دول كانوا باين ببليدنج، اتعالجوا وحصل هيلينج وراحوا مديلهم ان اس ايدز مع ايزوموبرازول. بصوا على النتائج، الناس اللي خدوا ده طبعا كوكس 2 وبلاسيبو الريبليدنج ريت كان اباوت 9%. الناس اللي خدوا كوكس 2 مع ايزوموبرازول كان 0% ريبليدنج. يعني حتى في الهاي ريسك بيشنت اللي كان بيتقال في الجايد لاينز ابعد عن ان اس ايدز، لا ممكن اديله دلوقتي واديله مع ايزوموبرازول. ايزوموبرازول versus other PPIs, one study showing that the duration of acid inhibition is longer in patients receiving ezomoprazole versus lansoprazole and pantoprazole. Another study showing that the duration again of acid suppression using ezomoprazole was much longer than double dose omeprazole. And another study showing the different dosage of ezomoprazole, 20 and 40 and 80 milligrams, was superior to different dose formulations of lansoprazole, 15, 30 and 60 milligrams, in terms of the duration of acid suppression. Chairman, ladies and gentlemen, to conclude, the presence of upper GI symptoms, dyspepsia and reflux, is not predictive of the occurrence of GI complications. More than 50% of NSAID users with serious peptic ulcer complications had no previous warning symptoms. The relative risk of developing serious GI complications is threefold to fivefold greater among NSAID users than among non-users. The presence of risk factors is important to determine the actual risk of patients using NSAIDs. The most relevant upper GI risk factors are history of prior peptic ulcer, older age, and concomitant use of low-dose aspirin. All patients with a history of ulcers who require NSAIDs should be tested for H. pylori, and if the infection is present, eradication therapy should be given. The risk of GI bleeding increases as the number of risk factors increase. Ezomoprazole 20 milligrams once daily reduces ulcer incidence in at-risk patients using NSAIDs, including COX-2 selective NSAIDs. Ulcer incidence was similarly high in high-risk patients taking either non-selective or COX-2 selective NSAIDs in the placebo group. Ezomoprazole 20 milligrams is more effective than PPIs in healing and preventing NSAIDs induced ulcer. Ezomoprazole 20 milligrams is well tolerated, and thank you very much.